حبيبي بيبي هو انا ايه؟ هقعد اتحايل عليك سنة عشان تنزل تجيب لي الطلبات؟ شكلك كده اتعودت على الشبشب. ده مالك يا ابني قافش ليه؟ الواحد زهق والله، كل كبيرة وصغيرة الشبشب 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 لما اتهريت. والله عندك حق، أنا وشي ورم من شبشبها. المفروض والله تتصنف أسلحة دمار ويوقفوا تصنيعها للأبد، وتوريني بقى ساعتها هتحدثنا بإيه. اسمعي، الكلام ده ممكن يتحقق. ها جاهزين يا رجاله؟ هتحترم نفسك ونقي كلامك. رجاله ايه؟ بالتفاحتك جاهزه يا حاجه؟ جاهزه يا ابني، جاتك شبشب بكعب يرشق بين عينيك يفتح لك دماغك علشان تبقى تحترم نفسك. شويه اغبياء شويه اغبياء، خرجتوني من الموت. اقفل. طب بيعمل ايه الواد ده؟ اكيد الموضوع ده وراه جريمه ولازم اكتشفها. يا نهار اسود ومنيل كمان، حرام الجزم يا معفن. اخرس انت بتقول ايه؟ انا حنفي ابني حرام الجزم من قدام الجوامع؟ بانك كده كبرت وخرفت. والله زي ما بقول لك كده يا حاج، ولو مش مصدقني تعالى اوريلك بيخزن الماسورات فين. انا عارف مكان البضاعه. وريني يا كرومبو. مش عرفت لك حوار الشباشب اللي اختفت من البيت امبارح؟ قابلت الحاج حنف وانا طالع تحت، راح قال ان هو شاف الواد امبارح واخد كيس زباله وحاطط في الشباشب كلها وحرقها وبيتفنوا بعد بقى نقطعها وحرقها 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 وحرقها. بقى الحكايه كده. طيب ولا اتكلموا يا حاج، سيبهولي. ما
بقول لك يا حبيبي، مش انت شايل معايا 2000 جنيه بتوع الموبايل الجديد؟ مالهم؟ اوعى تقولي انك صرفت منهم حاجه. والله لا يا حبيب ماما، انا هاخد بس جزء منه واسيب لك الباقي كله عشان حاسب بس الراجل اللي طلع على السلم ده مندوب التسويق، وهيعتبرها يا سيدي زي عيد الام اللي فات مكان طقم الكوبايات اللي انا كسرته فوق دماغك. ماشي، بس جزء صغير ما تحفيش. اهو الراجل بس. تمام، كام كده حضرتك؟ 1950. ده الاتفاضل حضرتك قال لي 2000 كده حضرتك. انا عايزه 50. طيب شكرا، شكرا جدا. يلا يا ابن المحظوظه، ادي طلع لك باقي 50 جنيه اهو، تاخدها ولا اقول لك خليها احوشها لك معايا لغايه لما اكمل ال 2000 جنيه. معلش ثانيه بس، هو ده ايه اصلا؟ دول؟ دول دستة ونص من الشباشب مختلفة الشكل والخامة وتقنية التوجيه واللسح، بفكر ابدا اوزعهم دلوقتي في اماكن استراتيجية، ايه رأيك؟ 18 شبشب في 2 ايه؟ 36 فرد الشبشب مشكلة؟ وكمان من فلوسي؟ فين اخواتي كانوا معايا؟ يا جمال حصلتي؟ لا حصلتي؟ لا ما تموت وانت ساكت يا غلس، ده انت رغم اوي. We'll be right back.